هلا طبعا الفاريبل فريكونسي درايف فيهم فيتشرز كثيره، بس انا اخترت 13 فيتشر مهمين بس نحكي عنهم ونشوف الفيتشرز المختلفه الموجوده في الفاريبل فريكونسي درايف. فراح اعملهم ليستين واشرح شوي عن كل واحد من هدول الفيتشرز. اذا اول شيء عندي اللي هي الفي اف ريشيو سيتنجز. يعني انا ممكن ادخل على فاريبل فريكونسي درايف واغير الفي اف ريشيو زي ما انتم زي ما حكينا، بتتذكروا حكينا عليها اكثر من مره. يعني انا ممكن ادخل هون الان البارامترز، البارامترز انا في عندي نقطه هاي ثابته هي راح تكون اف نومينال وفي نومينال، هاي الفي ريتد والاف ريتد اللي هي تبعت الهاي اذا بتتذكروا حكينا عن نيم بليت. يعني ممكن تكون هاي 50 هرتز 400 فولت مثلا، او 60 هرتز مثلا 220 فولت مثلا حسب الجهاز. هاي اللي هي ستاندرد، اللي بعدها الفي اف ريشيو مفهوم انها رح تضلها هيك بهذا الشكل. وبعدين هلا بعض الهاي بيسمحوا لك تعمل طرق مختلفه، في بعضها بعطيني كيرفز ست، او ممكن مثلا يسمح لي اني احدد نقطه هون ونقطه ثانيه مثلا، فبصير الكيرف بهذا الشكل، او ممكن احط النقطتين هذول فوق بعض فبصير الكيرف خط مستقيم. اذا في داخل الفيتشرز تبعت الفيربل فريكونسي درايفز انا بامكاني احدد هاي. وتتذكروا احنا حكينا لو ما كان عندي بوستنج راح يكون الخط هذا ماشي هون. اذا النقاط هذول احنا عمالنا بنحط نقاط مختلفه، وبس تدخل على السيستم بامكانك تحدد قديش، اذا هذا مثلا اف1 في1 اف2 في2 بتقدر تحدد عدد من النقاط، او بتعمل سلكشن لكيرفز موجوده في داخل الفيربل فريكونسي درايفز. هاي احول احد الريشوز اللي موجوده. هلا كمان معظم الفيربل فريكونسي درايفز الان فيها اوبن لوب وكلوز لوب. اوبن لوب وكلوز لوب يعني انا ممكن الفيربل فريكونسي بعكس الفيربل فولتج. لما نيجي على الفيربل فولتج بعدين راح تشوفوا ما فيش غير كلوز لوب في الفيربل فولتج، ما بزبط عندي اوبن لوب. لكن بالفيربل فريكونسي انا عم بغير الفريكونسي، فبامكاني استعمل فيربل فريكونسي درايف ان كلوز لوب. يعني اللي بعمله عندي هاي الفي اف درايف، هاي الثري فيز سورس اللي جاي، وبعدين هون عندي طالع على سكوريل كيج اندكشن موتور مثلا. هلا انا ممكن اعمل هذا احطه في اوبن لوب، لانه انا اللي بطلع عندي هون الفريكونسي وبطلع طبعا عندي هون فولتج. فانا فرضا نفترض هذا المحرك هو السينكرونس سبيد تبعته 1500 ار بي ام. لو انا الان بدي اشغله فرضا على 1400 ار بي ام، هلا طبعا 1500 ار بي ام تتناسب مع 50 هرتز مظبوط. اذا انا لو الان بدي اشغله على 1400 ار بي ام بدي اصغر الفريكونسي تبعت السيستم من 50 ل 40 ل قديش راح تكون 1400 على 1500، بنقسم الرقمين على بعض، هاي راح تحدد لي فريكونسي جديده. وبتتذكروا قلنا اللي بيحكوا بالفيربل فريكونسي درايفز بيحكوا دائما بالفريكونسي. يعني الفيربل فريكونسي درايف هون ما بفهم 1500 ار بي ام وهيك، بنحكي احنا فاحنا بنقول هون هي 1400 على 1500 عم نحكي تقريبا مثلا في 50 طبعا نحكي ب 46.66. فمثلا لو انا حطيتها هذه 47 هرتز، فانا بطلب من الدرايف، وطبعا الدرايف اوتوماتيكيا في داخله هو راح يغير الفولتج هون، واضح؟ هو نفسه راح ياخذ من هذا، هي راح يمشي على الفي اف كيرف هلا من هون، فانا ما في حاجه احددها، خلص تحدد الفي اف كيرف. فلما الان بطلب من الدرايف يمشي على 47، هل انا متاكد انه مشي على 47؟ ما بعرف، لانه ما عندي فيش عندي كلوز لوب، بس ما في شيء بمنعني اشغل الفي اف درايف بالاوبن لوب، ما فيش عندي شافت انكودر هون بتعمل فيدباك. ماشي اوكي واضح. وفي اشياء هلا راح تيجي راح احكي عنها لما اكون اشغل اوبن لوب، او ممكن اني اخذ اشغله في الكلوز لوب. فممكن اشبك هذا هون مع عاده بنستعمل شافت انكودر. ايش الهدف هون بهاي الحاله من الشافت انكودر؟ يعطيني السرعه، بيعمل لي فيدباك للسرعه، فباخذ اشاره الان من هون صار عندي هون كلوز لوب فيدباك. اوكي طب ليش ما اخليها شغال على الاوبن لوب؟ لاحظوا احنا لما غيرنا الفريكونسي من هون، الفريكونسي تبعت الاوتبوت، ايش صار بالسبيد تورك كيرف؟ السبيد تورك كيرف الاصلي تبع ال 50 هرتز كان زي هيك مظبوط؟ لما غيرته ل 47 راح يتحرك لهون مظبوط؟ واضح؟ يعني احنا غيرنا الفريكونسي تبعت السبلاي. هذا المحرك بيعرف انه في وراه في اف وبينه وبين السبلاي في اف؟ المحرك هذا as far as he's concerned ايش هو شايف السبلاي؟
هون. شو صار السبلاي لما انا دخلت هون 47 هرتز؟ تغير من هون، مزبوط. طب ليش انا ممكن اعمل فيدباك؟ ايش السبب اللي بخليني اعمل فيدباك؟ انت فاهمين انت السؤال؟ احنا بنقول ما دام انا طلعت 47 هرتز من هون، اذا صار السبيد تور كيرف الجديد صار 47 هرتز، وبقدر اشغله اوبن لوب. شو بستفيد اشغله كلوز لوب؟ ايش رح يختلف الوضع؟ اي ديستربنس خارج، احسن تمام، اي ديستربنس باللود. لانه شوفوا ليش لازم، ليش الاحسن اني اشغله بالكلوز لوب اذا بقدر. هي نفترض هي عندي ال 50 هرتز، ونفترض انا نزلت هون ل 47 هرتز، وهي السبيد تور كيرف تبع ال 50 هرتز، وهي سبيد تور كيرف الجديد تبع ال 47 هرتز، اوكي؟ ماشي؟ بعرف اذا رسمته هيك صحيحه 100%. هلا نفترض هي اللود، مش احنا قلنا في عندي سبيد تور كيرف لللود نفسه، وين نقطة التقاطع صارت؟ هون. وين كانت نقطة التقاطع الأصلية؟ تبعت ال 50 هرتز هون. لاحظوا في سليب عندي، مظبوط؟ ففي ديفيشن. هلا نفترض لسبب معين اللود تبعك هذا تغير. وايش صار باللود؟ نزل، ايش رح يصير بالسرعة هلا تبعت اللود؟ رح ترتفع من النقطة هاي للنقطة هاي، ماشي واضح؟ هو اختلاف بسيط. فالسرعة مش دقيقة 100%، شايفين كيف اختلفت الوضع؟ أكبرها هاي؟ لو جينا كبرنا الآن هاي، شو ببين عندي هون؟ ها، هي هاي، نعملها، كبرها هون. عمالنا بنقول هيها هادي هون هيك. هاي الـ 47، هاي النقطة اللي كنت شغال عليها بالأول، وهي النقطة جديدة. اختلف اللود، ليش ممكن يكون اختلف اللود؟ ممكن أنا مشغل كرين، والكرين حطيت فيه لود كثير بالأول، بعدين خففت اللود، مش اختلف التورك تبع اللود؟ وإذا اختلف التورك تبع اللود، وين راح تصير نقطة الستابيليتي الآن؟ لما نزل اللود من اللود الأول لللود الثاني، إيش صار بالسرعة؟ انتقلت من السرعة الأولى للسرعة الثانية، زادت السرعة لما خف اللود، أو زاد اللود، إذا زاد اللود وين راح تروح السرعة؟ راح تصير هون، مظبوط؟ هذا كله في الأوبن لوب، لأنه أنا مش عارف شو بصير، ما عارف أنا اللود عماله بزيد أو بنقص. بس بالكلوز لوب إيش قدرت أعمل؟ بالكلوز لوب راح أشوف هاي التغيرات اللي موجودة، مش عندي فيدباك راح يرجع لي من هون، إيش راح أعمل بالفريكونسي؟ راح أصير أغير الفريكونسي، بعدل الفريكونسي بحيث إني أعمل كومبنسيشن لهاي النقطة اللي موجودة هون، أضبطها، ماشي واضح؟ كوماند فولوينج، نعم؟ نعمل زي كوماند فولوينج. صار كانه كلوز لوب سيستم هلا، راح يصير على فكره هون هلا بدي اتحكم انا بالسرعه، فشو راح يصير عندي هذا الفيدباك؟ راح يعطيني السرعه، وبالداخل بامكانك تحط بي اي دي كنترولر. هلا راح نشوف احد الفيتشرز، انه في عندي بي اي دي كنترولر، بامكاني انا اعمل كلوز لوب فيدباك للسرعه تبعت هذا المحرك لما بشغله في كلوز لوب. اذا ايش سبب التغير بالسرعه رغم اني انا مثبت الفريكونسي؟ اللود، التغير في اللود. لانه احنا حتى اصلا في المحرك العادي الاندكشن موتور العادي، يعني لو انا جايب اندكشن موتور حاطط عليه 50 هرتز في ستاندرد اندكشن موتور هاي سبيد تور كيرف، لو انا عندي هون لودز مختلفه ايش عم بيصير بالسرعه في كل نقطه من النقاط هاي عندي اللود؟ هاي سرعه وهي سرعه وهي سرعه وهي سرعه وهي سرعه، كل ما قل اللود بتزيد. بالضبط، فانا عم بتحرك على هذا، مزبوط هيك؟ فانا رغم انه السبلاي عندي هون معطيني 50 هرتز، هاي 50 هرتز او 1500 ار بي ام، اذا كان عندي 50 هرتز و2 بول هاي ار بي ام، هاي النقطة اللود تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 تي 5، ولما تختلف عمالي مع التورك ايش عم بيصير بالسرعة؟ عم بعطيني ان 1 ان 2 ان 3 ان 4 ان 5، اوكي؟ فانا كوني ثبتت الفريكونسي تبعت الاوتبوت ما معناها انه السرعة كونستنت، السرعة عم تتغير بسبب ايش؟ بسبب التغير في اللود، لما يصير في عندي تغير في اللود عماله بصير في تغير بالسرعه. فلما بكون عندي اذا اوبن لوب انا ممكن اشغله، بس شو راح يكون عندي بالسرعه؟ في تغيرات تعتمد على اللود، واضح؟ شايفين هذا الكيرف؟ هذا الكيرف لو انه واقف ووقوف ما في عندي مشكله، وين بكون واقف ووقوف هذا الكيرف؟ سبيد تور كيرف، بس في حاله السينكرونس موتور، في حاله السينكرونس موتور هي سبيد تور كيرف. بعد ما يتغير اللود من هون هذا هون لكن هذا asynchronous او induction mode. ماشي الكل فاهم هاي؟ هاي رح تطبع لها من ميزات السينكرونس موتور. انه في permanent magnet، الروتر عندي permanent magnet، فلما بصير بلف بده يمشي، نفس السرعة اللي بلف عليها الماجنتيك فلوكس، مين بلف عليها؟ الروتر. الروتر. لكن هون الماجنتيك فلوكس بلف على أي سرعة؟
على سرعة 1500 ار بي ام، الروتر بلف على اي سرعة؟ صار في عندنا هون صار في سليب، مش هيك؟ فيش هون كونسبت اسمه سليب في السينكرونس موتور. إذا أنا ممكن أشغل الفيربل فريكونسي درايف أشغله بالأوبن لوب، بشغله بالأوبن لوب خلص بترك ما في عندي فيدباك، بس بعطيني بصير في تغيرات بالسرعة، وفي هاي لها حل، في لها حل في الأوبن لوب هلا رح نشوفه. بس إذا أنا ما حطيت الحل هذا في الأوبن لوب رح يصير في عندي فاريشنز بالفريكونسي ضمن السليب هذا اللي موجود هون، ضمن السليب على لودز مختلفة. إذا السليب تبع المحرك ماكسيمم 3% رح تكون هاي الخطأ في السرعة رح يتراوح من 0% ل 3%. لكن إذا شغلته كلوز لوب الكنترولر بيعرف إنه السرعة ما انطبقت على السرعة الأصلية فبده يغير، ممكن يبدأ يغير الفريكونسي فبحرك السبيد تور كيرف إلى الأعلى أو إلى الأسفل بحيث إنه يتناسب ويخفف من الإيرور هذا اللي موجود. وانت بامكانك لما تبرمج الفاريبل فريكونسي درايف بتحط انه بدك تشغله في الاوبن لوب او كلوز لوب مود. مرات بيستعملوا التعبير سنسرلس، اوبن لوب يعني سنسرلس يعني ما فيش سنسر. اذا اوبن لوب احيانا بنسميه ابسط كثير اوبن لوب، مرات بسموه في بعض مانيوالز سنسرلس، سنسرلس كنترول ما بتفوتش في عندي سنسر. اوكي ماشي، هاي فيتشر واضحه. ناخذ الفيتشر الثالثه اللي هي إشي اسمه الاس كيرف. اذا متذكرين الفرق بين الفاينايت جيرك والانفينيت جيرك، بحاله الانفينيت جيرك اللي هاي راح تكون في اوف تي وهذا هون تي، لكن في حاله الفاينايت جيرك لما بعمل فاينايت جيرك راح يصير عندي الشكل زي هيك. هذا الشكل شو بيشبه؟ هاي القطعه اللي موجوده تشبه كانها حرف الاس. فشاعت بين الناس في الدرايف في الفيربل فريكونس درايف اللي بنسميه هذا اس كيرف. هو فعليا شو عم بحكي؟ كانوا عمال بقول لي انا بقدر اعطيك انك تتحكم بالجيرك بالاضافه تحكمك بالاكسلريشن والفيلوسيتي. هي بتقدر تتحكم انت بالفريكونسي هون، بتقدر تتحكم بالاكسلريشن بحيث انك تحدد الزمن عاده اللي بدخل اللي بتحول فيه. فكثير من الفيربل فريكونسي درايفز تدخل لهم بتحدد هذا الزمن، إذا حددته صغير بكون الاكسلريشن عالي، إذا حددته كبير بكون الاكسلريشن منخفض. هلا كثير من الدرايف صار بامكانه يحدد الاس كيرف، معناها أنت بتحدد قديش بدك الفليتنج هذا اللي موجود هون. هلا في منهم صار ياخذ منك جيرك مباشرة، بس في منهم بحدد فيتشر تبعت الاس كيرف. فكرة الاس كيرف معناها هي إنه يكون الجيرك فاينايت، يعني هاي كأنها مساوية فاينايت جيرك. وفي اي اشياء انتوا اخذتوها درسناها بالتفصيل، حكينا اي شيء بنقل اشخاص دائما عشان الكمفورت بدي اعمل جيرك يكون فاينايت. الرابعه شيء اسمه جوك فيتشر. انا احيانا لما الفني يكون بيشتغل على الجهاز بيحرك الجهاز، افرض عندي جهاز مثلا بده يعمل له اكزامينيشن انسبكشن او بده يركب قطع فيه، يعني مثلا خلينا نفترض انه عندي انا كونفير بيلت، الكونفير بيلت مركب فيه هون قطعة لحد هون هيك، والفني واقف هون عماله براقب الجهاز مثلا بيعمل له اكزامينيشن وبتطلع بده يصير يركب القطع هدول واحدة واحدة، ما بيقدرش يوصل للجهاز غير من هون، شو بده يضطر يصير يعمل؟ يصير يمشي الجهاز شوي الخط شوي لحد ما تيجي فتحة هون قدامه ويركب فيها القطع مثلا، ها؟ بده يرد يمشي كمان شوي ويركب فيها القطع، فهو بده الماشين تمشي شوي شوي مسافة بسيطة، ولذلك في الإنجليزي أحيانا هاي بسموها إنشينج. إنشينج يعني بدي أمشي مثلا إنش 1 أور 2 إنشز بس أمشيها شوي. ففي فيتشر موجودة في الفيربل فريكونسي درايف بامكاني احد الانبوتس يكون ببرمجه بحيث انه يكون جوك فيتشر، بكبس عليه حتى لو كبست كبسة طويلة بمشي هو بس لمدة مسافة معينة، يعني بمشي السيستم لمسافة صغيرة وبوقف بعمل جوكينج. هذه اسمها جوك فيتشر، وممكن يكون في عندي انبوت اسمه جوك عينه انه جوك، واحدد البارامترز قديش المسافة اللي بدي اياها يمشي من هون. فبصير اللي بيشتغل على هذا الجهاز بمشيه شوية صغيرة بيمشي معاه، بدل ما هو يحاول في اصبعه يمشي ويكبس يمشي ويكبس كيف بس الكبسة، فبعطيه جوك لحد ما يرفع ويرد يكبس مرة ثانية بتعطيه جوك ثاني. واضح ليش هاي مفيدة من ناحية الصيانة؟ يعني في كثير احنا اجهزة بدنا نمشيه مسافة بسيطة جدا بس حتى اشوف وين مكانه او اطلع عليه او احاول اوصل لقطعة معينة، هاي للصيانة مفيدة جدا اسمها جوك فيتشر. ديسكريت موشن
تمام يعني بيكون كانها قطعه بعطيني قطعه بمشي لي مثلا 10 سم ووقف بس صعب انت اذا انت بتمشي عمالك على السرعه العاليه لو تشغله انت بالمود العادي تبعه وتكبسه راح يطلع يمشي مثلا مسافه كبيره فاحنا عاده احد الفيتشرز هاي مفيده بالجوك في بالصيانه يعني هذا للصيانه مفيد جدا انه بس نمشي مسافه محدده والفيتشر الخامسه بسيطه جدا اللي هي الكارير فريكونسي هلا الكارير فريكونسي احنا بشكل عام شو كانت المحددات تبعت الكارير فريكونسي ايش اللي كان يمنعني انزلها كثير لتحت تكون قليله ايش بصير الريبل بزيد الريبل بزيد الريبل وبدا يصير في عندي فايبريشن في المحرك فعاده ما بننزل اقل من 1 كيلو هرتز مثلا 2 كيلو هرتز طيب شو اللي منعني اني ارفعها اللوسز اللي بتصير بالسويتش هذا هلا كمان الكارير فريكونسي هي بالاودبل رينج بسمع هلا كثير فيربل فريكونسي درايفز ركبوا على المحرك وشغلهم بتبدا تسمع صوت في صوت بيطلع مع المحرك غير صوت حركه المحرك في اودبل يعني هاي بتعمل اهتزازات في السيستم تعطيني اودبل نوت فاحيانا انت بيكون في عندك ريكويرمنتس انه بدك مثلا الكارير فريكونسي تضلها على 8 كيلو هرتز لسبب معين او بدك ترفعها ل 14 كيلو هرتز مثلا او بدك ترفعها ل 20 ما بعرف اذا في 20 هو بعطيك هلا في السبيسيفيكيشن تبعت الفيربل فريكونسي درايف او بدك تنزلها مثلا ل 2 كيلو هرتز بعطيك هو الرينج الرينج اللي بتقدر تحدد فيه الكارير فريكونسي وتثبتها بهاي الفتره